عليكم السلام، مرحبا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففاتحة القول كلمة شكر وامتنان للإخوة الفضلاء الذين وجهوا لي هذه الدعوة على جهودهم الدعوية في سبيل إبلاغ كلمة الحق ونشر كلمة التوحيد وإعلاء راية الكتاب والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم وأن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته. اقترح الإخوة الفضلاء في هذه الليلة الطيبة موضوعا، وهو مخالفة النصارى واليهود، فسميت هذه الكلمة يسيرة ببذل المجهود في مخالفة النصارى واليهود. والمناسبة كما يقول الفقهاء شرط، ولا شك أن هذه المناسبة خصوصا في هذه الليلة، وقد أحياها الناس ويحيونها بما تعلمون من صنوف الاحتفالات بهذه برأس السنة الميلادية، ما يقتضي الوقوف عند هذا الأمر والحديث عنه بما تيسر إبلاغا للحق وإقامة للحجة ونصيحة لله سبحانه وتعالى. المسلم في يومه وهو يصلي لا تخلو ركعة من ركعات صلاته من قراءة الفاتحة، وهي كما تعلمون ركن من أركان الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذه السورة العظيمة اشتملت على أصول الديانة، ولذلك سميت بأم القرآن. الذي يهمنا منها في هذا المجلس الطيب أن الله سبحانه وتعالى وجه عباده المؤمنين المصلين الواقفين بين يديه أن يدعوه في اليوم أقل ما يمكن 17 مرة في صلواتهم، يعني في الفريضة، يدعونه بآخر السورة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية تكون بالبيان والدلالة، وتكون بالتوفيق والإلهام. فهناك هداية البيان وهداية التوفيق، ولا تتم هداية التوفيق إلا بعد أن تأتي هداية الدلالة. المسلم في صلاته يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه دلالة وبيانا وعلما، ويهديه توفيقا وهداية إلى الصراط المستقيم. وهما كما ترون هدايتان مستقلتان، هما هدايتان مستقلتان، ولكن لا تنفك أحدهما عن الآخر، ولا يحصل الفلاح لصاحبهما إلا بهما معا، أن يقع بهما معا، أي أن تحصل له هداية البيان والدلالة، ثم تحصل له هداية التوفيق والإلهام والدلالة إلى لزوم الصراط المستقيم. وللهداية مرتبة ثالثة، وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة. فكما يسأل المسلم المصلي ربه أن يهديه هذا الصراط المستقيم في الدنيا، فهو يسأله أن يهديه الصراط المستقيم، أن يمشي على
الصراط المستقيم في الآخرة، ومسير المسلم على هذا الصراط يوم القيامة هو بحسب التزامه بهذا الصراط في الدنيا. فكما أن الصراط المستقيم في الدنيا عليه مخالب الشهوات والشبهات والغواية والنفس الأمارة بالسوء وغير ذلك مما قد يتخطف صاحبه يمينا أو شمالا، فإنه في صراط يوم القيامة كذلك في سير على ذلك الصراط، فمن المصلين من يمر مر البرق كما جاء في الحديث، ومنهم كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم المخدوش السليم عياذا بالله، ولكن منهم المكردس في النار. فإذا أراد أن يعرف المسلم صفة مشيه وعبوره على الصراط المستقيم يوم القيامة فلينظر إلى حاله في الدنيا. والله سبحانه وتعالى لما أرشد عباده إلى أن يسألوه الهداية، هداية هذا الصراط المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، يعني جعل من تمام الدعاء أن يدعو المصلي بأن يكون على صراط المنعم عليهم وليس على صراط المغضوب عليهم ولا على صراط الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعمت عليهم فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وفي مقابلهم صراط المغضوب عليهم عياذا بالله وصراط الضالين. فانقسم الناس بحسب هذا التقسيم، انقسم الناس إلى 3 أقسام: إما أن يكون عالما بالحق، عالما به، عاملا به، هذا القسم الأول، وإما أن يكون عالما بالحق تاركا للحق، وهذا القسم الثاني، وإما أن يكون جاهلا بالحق فيكون تاركا له بطبيعة الحال من باب أولى. فالناس لا يخرجون عن هذه الأنواع، وهذا الذي جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الجزء من السورة. فالمنعم عليهم هم الذين زكوا أنفسهم بالعلم النافع والعمل الصالح، فجمعوا بين العلم والعمل. والمغضوب عليهم عياذا بالله هو العالم الذي يكون عنده علم ولكنه لا يتبع مقتضى هذا العلم ويخالفه. والثالث وهو الجاهل بالحق، فهو وإن أراد إصابة الحق فإنه لا يصيبه. لماذا؟ لأنه يجهل أصوله وجزئياته معا. فالمنعم عليهم من جمعوا الوصفين معا. طيب، المغضوب عليهم والضالين، كل تارك للحق فهو ضال مغضوب عليه. فهو يجمع الوصفين، يجمع وصف الضلال ووصف الغضب. وإنما كان وصف الغضب أولى بالقسم الثاني. لماذا؟ لأن هذا ترك الحق معاندة وعن علم وعن يقين وعن معرفة، فاستحق الغضب أكثر من الطرف الثالث، وإلا فكلاهما ضال مغضوب عليه. ولذلك الله عز وجل لما ذكر اليهود في كتابه قال الله عز وجل: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. وقال الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل. لماذا؟ إذن هؤلاء هم عالمون بالحق تاركون للحق، وأما الجاهل بالحق فهذا أولى باسم الضلال، لأنه أراد أصلا أن يتعبد وأن يفعل، ولكنه لما جهل بالحق عياذا بالله أخطأ الطريق فكان ضالا، وكان بعيدا خارجا فاسقا عن هذا الطريق. ولذلك قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم
غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالآيات الأولى في سياق اليهود والآيات الأخيرة في سياق النصارى، ويؤكد هذا التفسير وهذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، والنصارى ضالون. والحديث عند الإمام الترمذي وصححه غير واحد من أهل العلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. إذن فالله عز وجل قابل بين النعمة، الله عز وجل قابل بين النعمة والهداية، وقابل بين الضلال والغضب عياذا بالله. فهذه صفات هؤلاء بصفات وهؤلاء بصفات. وهذا كثير في كتاب الله، فإن الله عز وجل كثيرا ما يقرن بين الضلال والشقاء ويقرن بين الهدى والفلاح، كما قال الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم، زيد، وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى وعلى فلاح، فجمع لهم بين الهدى والفلاح. وقال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فجمع لهم بين الهداية وبين الأمن في الدنيا وفي الآخرة. وأما الآخرون قال الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر، فجمع لهم بين الضلال والعذاب عياذا بالله والشقاء. وقال الله عز وجل: ختم الله على سمعهم وعلى أبصار وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، فجمع لهم بين الضلال وبين الختم عياذا بالله وبين العذاب عياذا بالله. وجمع الله هذه المعاني كلها في أواخر طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالمقصود أن الهدى والسعادة متلازمان وأن الضلال والشقاء متلازمان. ما هي الخلاصة؟ الخلاصة أنه ينبغي للمسلم أن يفاصل في حياته بين السبيلين وبين الطريقين وبين التلازمين، أن يفصل بين طريق الإنعام والهداية والفلاح والسعادة وبين طريق الضلال والغضب والشقاء والعذاب عياذا بالله والضيق الذي يكون عندنا. ينبغي أن تكون المفاصلة فيما بين هذين الطريقين، وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة تواترت به الأدلة وتواردت عليه، أن الإنسان ينبغي أن يكون في شق المنعم عليه. ويكفيك أن الله عز وجل جعلها في فاتحة كتابه وفي أم القرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمسلم يسأل الله عز وجل أن يوفقه لطريق المنعم عليهم بعيدا عن طريق المغضوب عليهم والضالين. وقلت هذا أصل عظيم من أصول الشريعة، والكلام فيه يطول جدا، ونحن لا نقصد في هذا المجلس إلا بيان بعض أصوله، إلا أن نبين بعض هذه الأصول حتى تحصل بها الفائدة، ويتأكد ويتيقن المسلم الذي يبتغي الحق أن هؤلاء لا ينبغي أن يتبعوا لا في قليل ولا في كثير، ولا أن يتشبه بهم، ولا أن يبحث عن نهجهم وطريقتهم وشعارهم وهديهم، فإن هذا لا ينبغي للمسلم، وإنما يكون هديه ونهجه وطريقته وسنته هي صراط الذين هو صراط الذين أنعمت عليهم، أن يكون ذلك من صراطهم. قال الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. قال غير واحد من المفسرين من السلف، قال معناه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. شكون هم هذو الذين لا ينبغي لا يجد حتى لا يجدوا حجة عليكم؟
قال بعض السلف معناه لئلا يحتج عليكم اليهود فيقولون أنتم قد وافقتمونا في قبلتنا فيوشك أن توافقون في ديننا. المقصود ليقطع الله عز وجل هذه الحجة عن اليهود، ليقطع عنهم هذه الحجة، نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، لئلا يكون للناس عليكم حجة حتى لا يحتج عليكم بموافقتكم إياهم في قبلتهم فيطمعوا أن توافقوهم في دينهم. إلا الذين ظلموا منهم، من هم؟ هم الكفار قريش. لماذا؟ لأنهم يقولون يعني عادوا إلى قبلتنا فيوشك أن يعودوا إلى ديننا، ولكن دين قريش ذاهب ومرتفع، وهو ما وقع في فتح مكة. وأما اليهود فهم على أي باقون إلى يوم القيامة. فالمقصود حتى يقطع الله عليهم هذا المعنى. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر المشهور رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن عبد البر القرطبي المالكي رحمه الله تعالى: من تشبه بقوم، قيل من تشبه بهم في أفعالهم، وقيل من تشبه بهم في هيئاتهم، وحسبك بهذا فهو مجمل في الاقتداء بهدي من الصالحين على أي حال كانوا. المقصود سواء كان المقصود في الحديث من تشبه بأفعالهم أو من تشبه بهيئاتهم، حسبك أنه إذا فعلت ذلك وكان من هيئات الصالحين ومن أفعال الصالحين فإن شاء الله تعالى توشك أن تكون منهم. وهذا المعنى الذي نتكلم فيه، أن التشبه يأخذ حكمه من المتشبه به. ذكر ابن عبد البر لما تكلم على هذا الحديث قال: التختم في اليمين هو مباح حسن، قال: كان التختم في اليمين مباحا حسنا، وقد فعله على أي جماعة من السلف أنهم تختموا في أيمانهم وتختموا في الشمال على أي، يعني كلاهما لا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه الوجهان أنه تختم في اليمين وأنه تختم في الشمال. إذن فهو من حيث الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث فعل الصحابة والسلف هو درج على فعله. قال: فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابدة لهم وكراهية التشبه بهم. لا أنهم كرهون أو حرام. شو دوكا الآن الكلام في ماذا؟ الكلام في شيء له أصل في السنة في الفعل النبي صلى الله عليه وله فعل عند السلف، ولما صار شعارا للروافض عياذا بالله كره العلماء فعله. طيب، ومثله قاله ابن عبد البر في يعني إرخاء الشعر، لأنه صار حين في زمانه من فعل الفساق عياذا بالله، فقال يترك. وقال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم وهو مالكي أيضا، قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول براء يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم على حلة حمراء كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه، قال أبو العباس القرطبي: وفيه دليل على جواز لباس الأحمر، وقد أخطأ من كرهه أو من كره لباسه مطلق، غير أنه قد يختص بلباسه في بعض الأوقات أهل الفسق والدعارة والمجون، فحينئذ يكره لباسه لأنه إذ ذاك تشبه بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. النبي صلى الله عليه وسلم لابس الحلة الحمراء، فلا يأتي أحد ويقول هذا حرام لأنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا صارت شعارا لأهل الفسق والمجون عياذا بالله، قال حينئذ تترك دفعا للتشبه بهم. قال: وليس هذا مخصوصا بالحمرة،
بل هو جار في كل الألوان، أي إذا كان لون من الألوان قد اختص به أهل الفسق وأهل الدعارة فإنه يطرق تركا للتشبه بهم. قال بل هو جار في كل الألوان والأحوال، حتى لو اختص أهل الظلم والفسق بشيء مما أصله سنة كالخاتم والخضاب لكان ينبغي لأهل الدين أن لا يتشبهوا به، مخافة الوقوع فيما كرهه الشرع من التشبه بأهل الفسق، ولأنه قد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيعتقد ذلك فيه وينسبه إليه فيظن به ظن السوء. هذا كان المقصود. الآن نحن الآن في مثل هذا الذي أورده ابن عبد البر وأورده ابو العباس القرطبي، لم نصل بعد إلى التشبه بالذين يخالفون الدين في أصوله، وإنما الكلام على التشبه على من يشاركوننا الملة وهم مخالفون في الهدي عياذا بالله، بأن يكونوا من أهل الفسق أو من أهل الضلال أو من أهل الدعاء. فما بالك لو كان كافرا أو يهوديا أو نصرانيا، لكان حينئذ الحكم أشد في ذلك. ومن ذلك كذلك ما قاله الصنعاني في شرح الحديث المتقدم، من تشبه بقوم فهو منهم، قال: والحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم، أو بالكفار أو بالمبتدعة في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة. قالوا: فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر، وإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء، منهم من قال يكفر بظاهر هذا الحديث ومنهم من قال لا يكفر ولكن يؤتى. المقصود أن في الحديث تشديد ووعيد شديد على التشبه بالكفار وبالمخالفين للملة. وقال ابن رجب في هذا الحديث، قال: هذا الحديث يدل على أمرين، حتى إن شاء الله تعالى نتجاوزه وننتقل إلى حديث آخر. قال ابن رجب، قال: هذا يدل على أمرين، أحدهما التشبه بأهل الشر عياذا بالله، مثل أهل الكفر والفسق والفسق والعصيان، وقد وبخ الله من تشبه بهم في شيء من قبائحهم، فقال الله عز وجل: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم من قبلكم وخضتم كالذين خاضوا، كما استمتع الذين من قبلكم وخضتم كالذين خاضوا. هذا المعنى الأول في الحديث. وهناك المعنى الآخر، وهو التشبه بأهل الخير والتقوى والورع والصلاح والإيمان والطاعة، هذا حسن مندوب إليه. ولهذا مما يمدح به المسلم هو كثرة وشدة تشبهه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسلم مندوب ومدعو إلى أن يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكلما زاد اقتداؤه به وتشبهه به وتسننه بسنته ارتفعت منزلته عند الله سبحانه وتعالى. فمن تشبه بقوم فهو منهم، حتى في أهل الصلاح، فمن تشبه بأهل الصلاح فهو منهم. وكذلك مما ورد في السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. طيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن هذه الأمة عياذا بالله ستتبع سنن من كان قبلها حذو القدة بالقدة، حتى لو كان من أولئك الأمم من دخل إلى جحر ضب وهو جحر لا يدخله أحد على أي، لكان من هذه الأمة من يفعل ذلك. قالوا: يا رسول الله، كما صنعت فارس وهم وأهل الكتاب. قال: فهل الناس إلا هم، أي هم المقصودون بهذا الحديث. وهذا الحديث خرج خبر، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن وقوع ذلك، ولكنه إخبار على سبيل الذم لمن سلك هذه السبيل ولمن انتهج هذه الطريق عياذا بالله، لأن الناس في خصوصا مع اقتراب الساعة عياذا بالله يفعلون
أشياء من المحرمات والأمور، وهي شيء وشيء مذموم وشيء مذموم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم هذا المعنى في هذا الحديث، والصحابة رضي الله عنهم لهم في ذلك كلمات كثيرات عليه. ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل قد شبهنا بهم، يعني تبعنا طريقهم. وقال ابن مسعود: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا، عياذا بالله، أي كما فعل بنو إسرائيل حين في عبادتهم للعجل. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وكيف؟ يعني كيف يكون المنافقون هذا الزمان في زمانه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكونون شرا من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم، وهؤلاء أعلنوه، وما أشبه اليوم بالبارحة. فإننا بين قوم رفعوا عياذا بالله راية محاذاة الله ورسوله بالعلانية، ويطعنون في الدين، ويطعنون في القرآن، ويطعنون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويطعنون في السنة عياذا بالله جهارا نهارا. فقال: هؤلاء كانوا يخفون نفاقهم، وهؤلاء يعلنون به ويظهرونه. طيب، قد يقول قائل: هذا المعنى الذي تذكره ليس فيه إلا حديث أو حديثين، وهي على أي أدلة عامة لا تظهر هذا المعنى الذي تقصده، أنه أصل كما قلت أصل عظيم من أصول الشريعة؟ فنقول كما قلت قبل بأن أدلة الشريعة تواترت وتواردت على هذا المعنى في مناسبات وفي أحكام مختلفة. فإن كان هذا الذي ذكرناه على عمومه، فإن في مواطن على وجه الخصوص يأتي فيها الأمر بالمخالفة، لكي يبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأمر مقصود من مقاصد الشريعة. ومن ذلك الأمر بإعفاء اللحى وحف الشوارب، فإن هذا قال مخالفة، يكون فيه مخالفة للمشركين ومخالفة للمجوس. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، ولكنه علل عليه الصلاة والسلام ابتداء حينما قال: خالفوا المشركين. ثم في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. فأمر بالصلاة في النعال والخفاف مخالفة لليهود، مع أن نزع اليهود لنعالهم مأخوذ من شريعة موسى، كما قال الله عز وجل: واخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فعلى أي له أصل عنده، فهم فعلوه ديانة على أي واتباعا واقتداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم، وخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. كذلك في الصيام، في حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحة. الفصل بين طريق، لأنهم يصومون كذلك، وهذا معنى سوف تجدونه في كثير من العبادات، أن تشابه العبادات جاء الإسلام وقصد إلى مخالفتهم في الصفة، كما هنا مثلا في صفة الصيام: فصل ما بين صيام المسلم وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ولذلك فهي مندوب إليها مرغوب فيها. ومن ذلك كذلك في الصيام الأمر بتعجيل الفطور، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال: لا يزال الدين ظاهرا
ما عجل الناس الفطر إن اليهود والنصارى يؤخرون. هذا هو التعليل، بيان العلة في ذلك، أن النصارى واليهود لما كانوا يؤخرون فطورهم فالناس لا زالوا بخير في أمة الإسلام حينما يعجلون ويخالفونه، وكذلك مواصلة الصيام لأن هذا كان يفعله النصارى. فعن ليلى امرأة بشير قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. يعني وجه النهي عن الوصال أنه كان يفعله النصارى. طيب، فإذا هذا قصد إلى مخالفة اليهود والنصارى، مخالفتهم في الصفة ليس في أصل العبادة، فإن أصل العبادة اللي هو الصيام، كي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكنهم خالفناهم في أكلة السحر، وخالفناهم في تعجيل الفطور، وخالفناهم في الوصال. ومن ذلك كذلك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، يعني كانت تنعزل عنهم ولا تجامعهم في البيوت، كما في حديث أنس. على أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن هذه المسألة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فلما بلغ الآن، كان اليهود يعتزلون النساء ولا يؤكلونهم حتى في الأكل، تعتزلوا في بيت تأكلوا بوحدهم، تشرب بوحدها إلى أن تطوب. فنزلت الآية بمعاشرتهم ومجالستهم، بل وأن يفعل الرجل مع زوجته ما شاء إلا النكاح. فلما سمعت اليهود قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. ودقى اليهود فاهمين هذا المعنى، اليهود فهموا هذا المعنى من نصوص الشرع ومن أحكامه ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف أن المسلمين لا يفهمون هذا المعنى، وقد فهمه اليهود قبله. فالمقصود الصحابة فهموا المعنى كذلك. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا، لأنه هم الآن فهموه بأن من مقاصد الشرع المخالفة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قالوا كذا وكذا وكذا، أفلا نجامع النساء في الحيض؟ يعني إمعانا في المخالفة. غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمقصود أنه تغير حتى ظنوا أنه قد غضب. فلما خرج على أن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهدية بيان أنه لم يجد عليه ما في شيء. فالمقصود أن الصحابة فهموا أن الشرع قصد إلى هذا المعنى. كذلك في صيام عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ووجد اليهود يصومون عاشوراء قال: نحن أولى بموسى منهم، فصام هو وأمر بصيامه، ولكنه قال في آخر حياته عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن عشت إلى السنة المقبلة لأضيف التاسع من المحرم مع العاشر، مخالفة لليهود. ومن ذلك كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. قال له: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس أو حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فلما كان هذا وقت سجود الكفار وعبادتهم وقت سجود الكفار ووقت عبادتهم، نهي عن الصلاة تركا للموافقة. وعلى أي، يعني يطول المقام معنا في هذا، معاني كثيرة كالقيم والإمام القاعد والنهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب والتداعي بدعوى الجاهلية، فإن هذا مما نهى عنه لأنها هي من خصال الجاهلية،
ومنها النياحة كذلك والفخ بالأحساب والطعن في الأنساب، ومنها النهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة لأن جلسة الذين يعذبون كما قال ابن عمر، فالمقصود هي مجموعة من ذلك. الصحابة رضي الله عنهم لما فهموا هذا المعنى نبهوا على مجموعة أشياء لا ينبغي كذلك أن تفعل من باب عدم التشبه. عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده على خاصرته وتقول إن اليهود تفعلوه، يعني لما فعلته اليهود لم يجوز للمصلي المسلم أن يفعله. وكذلك ابن عمر أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، يعني فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. ومن أحاديث أنس يسبق معنا أسيد بن حضير وعباد بن بشر الذين فهموا كما قلت هذا المعنى فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى أنهم قالوا بالأشياء التي لا تجوز هل يمكن أن نفعل ذلك إمعانا في مخالفة اليهود وهو إتيان المرأة في حيضها. ومنه تحريم الاحتفال بأعيادهم، وقد قال عبد الله بن عمر قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهراجنهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. إذن فهذا فيه تحريم التشبه به، وكذلك يعني تحريمهم وكراهيتهم لزي العجم. وحذيفة بن اليمان لما دعي إلى وليمة وذهب على أي فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. هذا ما هو يقصد في المناسبة، هي لمجرد وجود هذه المخالفة، وهذا يؤكده أصلا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض ثمود الحجر، وأنتم تعلمون ما وقع لثمود على إيه أن العذاب سلط عليه. طيب فاستقوا من بئرها، سقوا من البئر وعجنوا هذا كلمة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من بئرها وأن يعرفوا الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها النقر. وعباد الله هذه بئر، هذه أرض وبئر. طيب ولكن عياذا بالله لما نزلت اللعنة بثمود أثرت لعنتهم في مياههم وما أماكنهم كما تؤثر البركة في المياه والأماكن كما قال ابن الجوزي في كشف المشكل. يعني حتى تعلموا أن المسلم ليس حرا في أن يختار بمن يتشبه، فإنه محاسب على ذلك. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع المسلمين أن يستفيدوا من بئر ثمود، لماذا؟ لأنهم قوم نزل بهم العذاب في تلك بما فعلوا، فتجاوزت لعنتهم تجاوزتهم إلى أرضهم عياذا بالله وإلى مياههم. فإذا جاءت الشريعة بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم الأعمال التي يعملونها والتي لا تستوجب العذاب؟ هذا أبلغ ما يقول في الموضوع. إذا نهينا أن نشارك المكان الذي حل فيه العذاب على هؤلاء الكفار، فكيف نشاركهم الأعمال التي نزل بسببها العذاب عليه؟ هذا أشد، نسأل الله السلامة والعافية. طيب ثم من ذلك، أنا لا أدري يا سيدي محمد كم مرة من الوقت، يعني حتى لا أطلع على الإخوان، إذا كان شي على معنا سيدي محمد قولي شحال كاين في الوقت، شحال دوزنا سيدي محمد؟ وحاليا نص ساعة. ساعة. نعم. طيب إذا كان الساعة نزيد واحد شوي إن شاء الله تعالى. نزيد مرحبا. واحد 15 دقيقة إن شاء الله. على إيه؟ ثم قلت هناك الإجماع. الإجماع هذا عند الفقهاء في كتب الفقه.
ويكفي أنهم اتفقوا تقريبا على الشروط التي اشترطها عمر بن الخطاب على أهل الذمة من اليهود والنصارى. فمما اشترطه عمر بن الخطاب على النصارى في فتح بيت المقدس لما الفتح، اشترط عليهم فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر المسلمين، هذا مما شرط عليه على الكفار على النصارى، ولا نتشبه بهم في شيء، هم اللي يتشبهوا بنا ماشي العكس، وأن لا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، قل سوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنانير التي يفعلها النصارى، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا خفيا عفوا. هذه هي الشروط التي أخذ عمر بن الخطاب على النصارى في عزة الإسلام. هما اللي ما خصهمش يتشبهوا بنا حتى لا يختلطون بنا. فصيرنا إلى زمان أصبح المسلم عياذا بالله يعتز ويتفاخر بما عليه من الحال، وهي حال لا تخرج عن التشبه بهؤلاء القوم. فعلى أي، هذه الشروط هي مشهورة في كتب الفقه والعلم، وهي على أي في مجملها هي مجمع عليها، قد يختلفون في بعض تفاصيلها، فهي مجمع عليها بين العلماء والأئمة والفقهاء المتبعين وأصحابهم، وكذلك هناك الشروط التي شرطها عمر بن عبد العزيز إلى غير ذلك. السؤال من هذا الذي قد يطرح، لماذا كل هذا؟ لماذا تستحق هذه المسألة كل ما سبق؟ المشاركة في الهدي الظاهر، المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشكلا بين المتشابهين، يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال. هي ليست مسألة، يعني ليست مسألة ظاهرية لا أثر لها في الباطن، لا، هذا الظاهر يكون له أثر في باطن الإنسان، لأنه حينئذ يميل إلى توافق المتشابهين فيما بينهما. فحينما يصير المسلم متشبها باليهودي أو النصراني هو الذي يبحث عن التوافق مع الآخر ليس العكس، فإذا يكون هناك تناسب. ثم المخالفة في الهدي الظاهر توجب المباينة والمفارقة والانقطاع عن موجبات الغضب والضلال عياذا بالله، وتوجب الانعطاف على أهل الصلاح، لأنه أسبق معنا في الفاتحة هي هذه الطرق، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا فأنت تتجنب هذا الهدي وهذا التشبه وهذا الموافقة حتى تبتعد عياذا بالله عن هذه الطريق، لأنها طريق الغضب والضلال. كذلك أنه حينما تقع المشاركة في الهدي الطاهر فتوجب الاختلاط الظاهر، صافي ما تبقى بان لك والو، تبان لك الناس كلشي بحال بحال، فلا تظهر لك، لا تستطيع التمييز بين المهديين وبين المنعم عليهم وبين المغضوب عليهم والضال. وكذلك المخالفة للكفار هي مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين، يعني نفس المخالفة، هذيك نفس المخالفة في حد ذاتها لهم في الهدي الطاهر هي مصلحة ومنفعة للعباد، لأن في هذه المخالفة مجانبة، مباعدة، مفارقة، مباينة، توجب أنك، لأنه إن ابتعدت عن الهدي الطاهر فمن باب أولى أنك سوف تبتعد عن الأعمال وعن هديهم الباطن وعن أفعالهم وعن سمتهم وغير ذلك، يعني هذه من باب أولى أن تبتعد عن الأخرى. طيب، والثاني، وهذه المصلحة الثانية، ما هم عليه من الهدي الظاهر وفي نفسه مفسدة أصلا، ما يفعلونه من الهدي الظاهر عياذا بالله هو إما أن يكون مضرا أو أن يكون ناقصا في أقل أحواله، فحينئذ نحن ننهى عنه ونؤمر بضده،
علاش؟ لأن هديهم وسمتهم هو في أصله منقصة، وهو في أصله مضر عياذا بالله. إذن فلا بد. طيب، هذا فيما يتعلق بأصل المسألة. يبقى تفاصيلها، يعني فين تبان هذا التشبه؟ هذا التشبه على أي، كما قلت، الموضوع طويل الديون، لكن نحن نأتي على بعض أطرافه الذي يهمنا منها. الأول وهو التشبه بهم باش في أعياده، وهو الاحتفال بأعياد اليهود والنصارى، فإن هذا من أكبر الكبائر. علاش؟ لأن العيد شيء مميز للأمم، الأعياد مظهر مميز للأمم، وشعار من شعاراتهم. ولا شك أن عيد الكفار، هذا العيد الذي نحتفل فيه، عيد الكفار، هو ملعون أصلاً. لماذا؟ لأنه على طريقة ملعونة، وعلى دين لا يقبل، وعلى دين غير مقبول. قال عبد الله بن عمرو، وسبق معنا الحديث: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزه ومهراج لهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. هذا الصحابي، وأنا ما بغيتش نطول، لأنه بغيت نجيب نقل أو جوج وسوف أمر حتى إن شاء الله نأتي على جميع ما أعددته لهذه الأمسية. قال ابن الحاج المالكي في المدخل، قال: ومن مختصر الواضحة، هذه في الفقه المالكي، سئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي يركب فيها النصارى لأعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم لكفرهم الذين اجتمعوا له. هذا عباد الله، واش يركبوا معاهم في هذيك السفن لقيتها لكم غادي للعيد، وما تتكلم عن الاحتفال، هذا أشد. وشوف ابن القاسم وهو صاحب المدونة على إيه، والذي هو المدونة عن مالك التي جمعت فيها أقوال مالك وأقواله، قال: وكره ابن القاسم المسلم أن يهدي إلى النصران في عيده مكافأة له، ورآه من تعظيم عيده وعونا له على مصلحة كفره. أشوف هذا الهدية، وماشي قاع احتفال، باقي ما وصلناش للاحتفال. فعلى أي هذا عياذا بالله شيء عظيم. قال: ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيده، ترجع للعيد، لا لحما ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ما يسلفهمش الدواب، ولا يعانون على شيء من دينهم، لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم، إلى آخر كلام عليه الكلام، كلام طويل والوقت ضاق به. إذن فهذا قوله، هذا قول الإمام مالك على إيه؟ هذا قول مال إمام مالك، تتكلم عن الهدية والإعانة، وما مازال ما تكلمنا عن الاحتفال الذي يفعله إخواننا المسلمين، هذا هم الله، إخواننا المسلمون يعدهم الله في هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. من الأشياء التي نهي عن التشبه بها، وهو التشبه بهم في لباسهم وهديهم، اللباس والسمت والهدي. قال أبو الوليد بن رشد القرطبي المالكي: وأما زي العجم فإنما نهى عنه عمر بن الخطاب لما فيه من التشبه بهم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، إلى أن قال: فزي العجم منهي عنه ملعون لابسه، وكذلك سيوفهم وشكلهم وجميع زيهم هو مثله في اللعنة والكراهة. قال ذلك ابن حبيب في الواضحة: فلا يجوز لأحد لبسه في صلاة ولا غيرها، ومن جاهل فلبسه في الصلاة فلا إعادة عليه إذا كان طاهرا وقد أساء، قد أساء بالفعل. هذا اللباس. الاعتزاز بلغتهم وثقافتهم، الإمام مالك متشدد في هذا رضي الله تعالى عنه، حتى أن الإمام قال فيما رواه ابن القاسم عن مالك في المدونة، قال: لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف، لا يحرم في الصلاة بالأعجمية، إذا ما كانش هذا مسلم، هذا مسلم، ولكن لا بد له في إحرامه من التكبير، ولا يدعو بالأعجمية، يدعو باللغة العربية، يعني هذا من تشدده، هذا أعجمي، ولكنه لا يفعل ذلك، يعني يقصد إلى أن يحاول أن يفعل ذلك بلسان العرب،
حتى لا يتعلق اللسان بوطانة العجم. ونهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن وطانة الأعاجم. أسباب ذلك، قبل أن أختم، أسباب ما يفعله المسلمون وهو الانحرافات العقدية التي وقع فيها المسلمون، فإن الكثير منهم لم يتعلم أصول عقيدته، والحمد لله على خير وعلى توحيد وعلى يعني هذه ظاهر، ولكنه في كثير من الأشياء لم يتعلم فيها العلم. هذا اللي قلنا قبيل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، العلم النافع مع العمل الصالح ينقصهم العلم النافع، فوقع لهم انحرافات عقدية، ووقع لهم جهل بالشرع وبمقاصد الشرع وبالأحكام الفقهية وما يجوز لهم وما يحوم عليه. ثم من أسباب ذلك وهي الهزيمة النفسية، وذلك الانبهار بالحضارة الغربية، لأن يعني أصبح النموذج الغربي الآن هو النموذج الذي يحتذى عند المسلم، مع أنه شيء إنما يتعلق بالدنيا لا يتعلق بقلب المسلم. لأن حينما نتكلم عن التشبه، ولا أفتح القوس حتى لا يؤخذ من كلامي شيء لا أقصده، بعض الناس يظن بأننا نتكلم عن الصناعات والتقدم التكنولوجي والعلوم الكونية، لا نتكلم عن هذا. هذا شيء مشاع للناس جميعا، أن يخترع المسلمون وأن يتفوقوا في أمور الدنيا، هذا لا إشكال فيه. نحن نتكلم عن كثير مما يفعله المسلمون الآن، ما يتشبهون بالكفار في هذه العلوم، في هذا الإتقان، وفي البحث، وفي التطور، وفي الصناعات، ما يتشبهون، إنما يتشبهون في الشكل، وفي السمت، وفي الكلام، وفي غير ذلك، نسأل الله السلامة. وكذلك من أسباب ذلك والاحتلال الذي كان والذي وقع لبلاد المسلمين من طرف هؤلاء الكفار، وكذلك تلك البعثات الطلابية، فإن كثيرا منهم لم يكونوا محصنون بالعلم النافع وبالعمل الصالح والإيمان والعقيدة والتوحيد، فوقع لهم انبهار، فهم يظنون بأنه لا يمكن أن يكون هناك تقدم إلا بهذه الطريق التي مشى فيها الغرب. وختاما، العزة لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين. قال الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذا أردنا العزة وأردنا العلو وأردنا الظهور، فليس ذلك إلا في التمسك بدين الله سبحانه وتعالى. فمن أراد ومن ود أن يكون عزيزا في الدنيا وفي الآخرة فليلزم طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن بها تنال العزة، إذ لله العزة جميعا. فالمقصود أن العزة تؤخذ من الله بالاحتماء به، بالالتجاء إليه، بعبودية سبحانه وتعالى، بالانتظام في جملة عباده، بالاتصاف بصفة الإيمان، وهي الصفة المؤثرة. طيب، ولذلك المنافقون يظنون أن العزة في غيرها، قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز هم الكثار الغالب. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلم. هذا هو ميزان المنافقين، يرجعون العزة إلى أمور الدنيا وإلى التفوق الدنيوي، هذا ليست مقياس العزة. ولذلك قال الله عز وجل: ولكن المنافقين لا يعلمون. وإنما العزة لمن؟ لله ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين. فتكلم على صفة الإيمان، صفة الإيمان. فيقول قائل: على أي كيف تكون لنا العزة ونحن نرى المسلمين يعانون من الهوان والضعف والتشتت والتشرذم؟ فأقول له ما قاله رب العزة ذو الجلال والإكرام، وبها أختم هذا المجلس الطيب، ما قاله الله عز وجل للمؤمنين لما وقع لهم ما وقع في أحد، وقد شج رأسه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته في المعركة، وقتل عمه من أحد الناس إليه، ومات ما يقرب 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع فيهم ما وقع، وانتشت قريش، وشمت المنافقون في المسلمين. لكن الله عز وجل قال لهم في محكم الكتاب: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون
إن كنتم مؤمنين. فإذا حصل المسلم هذه الصفة وتأدى بهذا الأدب القرآني الكبير وهذا التوجيه الرباني الكبير في هذه الآية لهذه الثلة المؤمنة المجاهدة الصابرة، يحثهم على ماذا؟ الإيمان. الإيمان، ولا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا على ما أصابكم، أنتم الأعزاء وأنتم الأعلون بشرط واحد زيد، إن كنتم مؤمنين. فهذا أمر لهذه الثلة بالثبات على الإيمان وعلى الاستقامة وعلى التوحيد في الأوقات العصيبة، كما فعل كما وقع لهؤلاء الصحابة بعد أحد، لتبقى العزة ملازمة لهم، لا تنفك عنهم لا في ضراء ولا في سواء، لا تنفك عنهم لا في فرح ولا في حزن، ولا في حرب ولا في سلم، ولا في نصر ولا في هزيمة. فلا تنسوا أيها الأحبة هذه الوصية، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أقف عند هذا الحد وأشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا، أن يتقبل هذه الكلمات منا جميعا، وأن يجعلها خالصة له سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.